إذن تنهال الاتهامات من كل جانب على السيد المندلاوي بأنه المستفيد الأول من عملية تعطيل انتخاب رئيس البرلمان وشغور المنصب. بداية، إلى أي مدى تتفق مع ذلك وإلى أين يريد أن يصل المندلاوي؟ نعم، واضح جدا ضمن الاستراتيجية السياسية، ابحث عن المستفيد ستكشف من هو الفاعل. هنالك أكثر من طرف داخل البيت السني، بعض الأطراف التي رأت نفسها أنها ستكون خارج الحسابات السياسية على مستوى الزعامة والقيادة، واتفقت مع بعض الأطراف السياسية المتربحة من هذا الجانب أو من استمرار عمر الأزمة الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان. لكن هذا الأمر يعني بدأ جليا وواضحا للشارع السني على المستوى المجتمعي وكذلك النخبوي والسياسي، وبدأت تلك الأطراف تعيش حالة من العزلة السياسية إلى حد كبير. لذلك يعني يفترض إعادة النظر بالتحالفات التي استخدمت لهذا الجانب وعلى بقية المكونات اللجوء إلى الخيار الوطني وخيار الأغلبية السياسية سواء داخل المكون السني أو حتى على المستوى الجمعي لإعادة الثقة بالعملية السياسية، لإعادة الاعتبار والاستحقاق للمكون السني الذي للأسف يعني فقد الكثير واستنزف الكثير من إمكانياته ومقدراته السياسية والوظيفية بعد أن حصلت هذه الأزمة، واليوم نحن نتحدث عن أكثر من 6 أشهر، إذن هنالك معطل، وهذا المعطل يجب يعني أن ينظر إلى المصلحة العامة بشكل مباشر ولا يفكر بالخصوصيات كون يعني كما هو سيد معروف علي. بما أنك أشرت وسميت بالاسم بعض النواب، قلت أنهم يعرقلون محاولة انتخاب رئيس للبرلمان، من أي مبدأ يعرقلون ذلك؟ هل هو من مبدأ أنا ولا أحد من بعدي أم ماذا؟ أنا ومن بعدي الطوفان كما يقال. لا شك أنه بعض الأطراف بدأت يعني تنظر إلى الأمر من زاوية ضيقة وتبحث عن مكاسب فئوية محدودة حزبية وسياسية وحتى في جوانب شخصية، لذلك أتصور أن هذا الأمر سوف يؤثر على حضورها السياسي وتقبل الشارع لها، وقد يعاقبها الشارع في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومن هنا يعني تنبع القصة أو تنبع الفكرة والإرادة الذاهبة نحو تعطيل اختيار رئيس البرلمان. اليوم نجد درجة الوعي كافية لتشخيص الأخطاء من قبل الشارع السياسي وخصوصا داخل البيت السني الذي يعني خسر الكثير والذي تعرض إلى صدمات كبيرة. يجب تصحيح المسار، يجب أن يكون هنالك نوع من المناورة أو الانقلاب السياسي على تلك الأطراف من أجل استعادة يعني كانت رئاسة البرلمان أولا، وكذلك إعادة الاعتبار للمكون السني الذي يعني تضرر كثيرا جراء هذه الخطوة. لكن قد يقول البعض سيد علي أيضا يعني على المقلب الآخر اليوم هناك مكونات سنية أخرى حققت الأغلبية النيابية في البرلمان، بالتالي ماذا عن إمكانية جمع تواقيع من هذه الأغلبية البرلمانية السنية لعقد جلسة يعني استكمال إجراءات انتخابات الرئيس؟ نعم، يجب أن تذهب تلك الأطراف إلى هذا الخيار وأن تلزم يعني رئاسة البرلمان بالإنابة بالقيام بتلك الإجراءات من أجل يعني تفويت الفرصة على استمرارية إدارة مجلس النواب أولا بالإنابة، وفي نفس التوقيت حصر استحقاق المكون في الرئاسات بأطراف من خارج المكون، وبالتالي هذا يعني تعدي على كل الاتفاقات السياسية، تعدي على الاستحقاقات، واليوم يعني يجب أن تكون الإرادة الإصلاحية داخل مجلس النواب أو الكتل النيابية أو الزعامات السياسية سنيا أو حتى من بقية المكونات أكبر من إرادة التعطيل التي سوف تقود البلد إلى مزيد من الأزمات، ونحن في غنى عنها. اليوم العراق يشهد حالة من الاستقرار على المستوى الأمني والاقتصادي وكذلك سياسيا، لكن صناعة أزمة مثل
مثل هذه الأزمة ممكن أن تنعكس على قطاعات يعني حيوية وأن تعطل الكثير من المشاريع الخدمية التي تباشر بها الحكومة، وأيضا تخلق فجوة ما بين البرلمان وما بين الحكومة الساعية لتحقيق تطلعات العراقيين عبر تشريع قوانين مهمة عبر مراقبة أدائها. واليوم الجميع متعطش وبحاجة ماسة إلى خلق مثل هكذا بيئة إصلاحية مناسبة. نعم. وبما أنك أشرت سيد علي إلى حقوق المكون السني أكثر من مرة، في ظل ما نشهده اليوم من مماطلة وتداخل اللاعبين ومصالح اللاعبين، ماذا عن مصادرة هذا المنصب السيادي الوحيد للسنة بالآخر؟ ماذا عن أثر ذلك السلبي على المكون؟ طبعا هذه خطيئة سياسية كبيرة يعني يشخصها الجميع، وبالتالي سوف يكون لها انعكاسات كبيرة. يعني نتحدث اليوم الأحاديث داخل البيت السياسي السني مجتمعيا سياسيا وحتى نخبويا بدأت يعني تلقي التهم وتحدد تلك الأطراف، لكن نتحدث عن الخسارة الكبيرة أنه اليوم موقع لمكون معين واستحقاق لمكون معين يدار من خارج هذا المكون، وكأنما يعني ضربت تلك الاتفاقيات، حالة التوافق، المناورات السياسية، عرض الحائط. وهنا يعني قد يبدو نوع من الاستصغار لهذا المكون بين مزدوجتين وعذرا لللفظة، أو تجاهل مطالب إرادته المجتمعية وحتى السياسية لأجل تحقيق مكاسب فئوية خاصة سواء لأطراف داخل المكون السني أو حتى على المستوى الجمعي. هنالك يعني عدة جهات متربحة من هذه الأزمة وتسعى لإطالة أمدها. وماذا لو يعني فعلا طال أمد هذه الأزمة سيد علي ولم يحدث ما وصفته بتصحيح المسار وتطبيق الإرادة الإصلاحية، ماذا عن تبعات ذلك؟ طبعا تبعات ذلك خطيرة جدا، أولا تؤثر على سمعة العراق والنظام السياسي، وفي نفس التوقيت تعطل الكثير من القرارات داخليا. في مقابل ذلك بدأ المواطن بشكل تدريجي يفقد الثقة بالمنظومة السياسية بعد أن استعادها في الفترة الأخيرة نتيجة يعني بعض الخدمات، فرص العمل التي وفرتها الحكومة، ونحن بأمس الحاجة لإكمال عقد الرئاسات واختيار عنوان جديد تحدده الإرادة النيابية أي كان اتجاهه. في مقابل ذلك يعني نتحدث داخل البيئة والجغرافيا السنية قد تكون هنالك ردات فعل مجتمعية يعني تذهب باتجاه اختيار عناوين بديلة أو خيارات بديلة لها في المشهد الانتخابي، وهذا ما لمسناه يعني في انتخابات مجالس المحافظات نكاية بالأطراف التي ذهبت لخيار التعطيل أو لجأت إلى هكذا مناورة يعني انعكست بالسلب على الرؤية السنية على المستوى المجتمعي لتحقيق تطلعات العراق المجتمع السني أولا ومن ثم العراقيين بشكل جمعي. نحن نبحث يعني مع الكثير من التيارات المجتمعية الساعية ل يعني تحقيق تطلعاتها المتعلقه باعاده النازحين، ملف المغيبين، وكذلك المساءله والعداله. دعيني اكمل الفكره، في حين انه نجد انه بعض الاطراف تضع العصي في دواليب التحركات السياسيه لاستعاده تلك الحقوق وبعض من المكتسبات. نعم سيد. شكرا لك المحلل السياسي علي البيدر، كنت معنا من بغداد.